كوكبنا. في هذا العدد نستكمل التعرف على مناخ بولينيزيا، وفي أحدث أخبار الساعة الأقمار الصناعية ترصد أحداثاً مثيرة على كوكبنا في 2023. يخبرنا موقع دايركت ساينس أن التحولات الموسمية في موقع منطقة التقارب في جنوب المحيط الهادئ، والتي تحدثنا عنها في العدد السابق، تعد السبب الرئيسي لحدوث موسم الأمطار في هذه المنطقة الاستوائية من المحيط. في بولينيزيا الفرنسية على سبيل المثال، يحدث موسم الأمطار خلال فصل الصيف الأسترالي، ويؤثر على المنطقة الواقعة بين أرخبيل تواموتو والأرخبيل الأسترالي. مثال آخر على تداعيات التحولات الموسمية، التباين في متوسط هطول الأمطار مثلاً بين مقاطعة تاهيتي ووسط وشرق تواموتو، حيث المعدل أقل، ومع عملية حسابية نطرح فيها معدل التبخر من معدل سقوط الأمطار، يتضح من القيمة المتحصل عليها وجود جفاف ملحوظ في هذه المنطقة. وبحسب موقع دايركت ساينس نقلاً عن كتاب التطورات في علم الرسوبيات، فإن المعدل المحصل من طرح نسبة التبخر من نسبة التساقطات في محيط الجزر المرتفعة والمجموعات الأسترالية يكون سلبياً خلال فصل الشتاء الأسترالي، ما معناه أن التساقطات شحيحة، فيما في الربع الأول من العام أي الصيف الأسترالي يشهد غزارة في هطول الأمطار. أما عن درجة الحرارة في منطقة بولينيزيا فتتراوح بحسب ذات الموقع بشكل عام بين 20 و33 درجة مئوية. في فقرة أحدث أخبار الساعة، تناقلت العديد من وسائل الأعلام ما جاء في بيانات وكالة الفضاء الأوروبية تفيد بأن الأقمار الصناعية رصدت خلال العام 2023 أحداثاً مثيرة لا يمكن أن تنسى من منظور فضائي. على سبيل المثال، رصد القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينيل 2 امتداد أعشاب بحرية بنية كبيرة تكون رائحتها كريهة تطفو على سطح المحيط الأطلسي لمسافة أكثر من 8800 كيلومتر من شواطئ إفريقيا إلى خليج المكسيك، وبلغ وزنها نحو 10 ملايين طن. الأقمار الصناعية أيضاً رصدت في 2023 حرائق غابات مدمرة في الصيف في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والجزائر وكندا، ما تسبب في أضرار بيئية واقتصادية هائلة. كان مذهلاً أيضاً رصد فقدان الجليد من القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، ورصد انفصال جبل جليدي خلال مراقبة العديد من الشقوق والفجوات التي تشكلت في جرف برانت الجليدي السميك. الجبل الضخم يعادل حجمه حجم لندن الكبرى ويمثل حجم مالطا 5 مرات. من بين أهم ما رصدته أيضاً الأقمار الصناعية في 2023 اتساع ثقب الأوزون، وصل حجمه في 16 من سبتمبر 2023 إلى نحو 26 مليون كيلومتر مربع، أي تقريباً 3 مرات مساحة البرازيل.